السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم، معكم أخوكم حجر من قناة جيمر تي في. كالعادة موضوع جديد المرة هذه، باش نحكو على موضوع مهم برشا بالنسبة لإخواتنا في الجزائر، وهو موضوع حظر البابجي والفري فاير. باهي، حبيت فقط نهبط فيديو باش نعطي فيه رأي للحكاية هذه. باهي، علاش تم الحظر للعبتين ببجي وفري فاير؟ شنو السبب؟ هو سبب كما موجود في الوثيقة أمامكم، وثيقة إلى السيد الوزير الأول، وبعد التحية شنو الأخ نقول لك؟ شكاوي هي انطلاق من شكاوي الأولياء، فضلا ببقاء الكثير من الشباب والأطفال على الشاشات الأجهزة الإلكترونية، هواتف نقالة ذكية، ساعات طويلة. يعني الناس تبطل ما عادش يعني تشد تليفون، حسب الرأي أنا. قتالية خطيرة في مقدمتها لعبة فري فاير وببجي. أنا واحد من الناس، من اللي عمري في عمري 6 سنين ولا 7 سنين نلعب أنواع الألعاب الكل، أبداها بالحاسوب أو أبداها بالأتاري، كلها حربية إلى الحاسوب، وبعد الحاسوب ألعاب الأندرويد. يعني هي نمشي بالمراحل، مع أنه الألعاب الحاسوب موجودة لحد الآن وهي الأقوى، وهي يعني الحقيقية أكثر من، يعني حتى في اللعب تكون كأنك في وسطها، تعيش في وسط اللعب. وعمري ما تأثرت بحاجة كما هذه. هذه حاجة غلطة، يعني عمرها ما كانت الألعاب هذه إجرام، عمرها ما كانت خطر. باهي، حيث أن إقبال الأطفال على هذه على هكذا الألعاب لساعات طويلة يخلق إدمانا لديهم، ويساعد كثير في تنمية العنف وخلق سلوكيات غلط. خطأ، هذا خطأ لم أرى في منطقتي. الأغلب يلعب، وصغار وكبار، مفهميش. بالعكس، حتى كي يكون عنده غش في اللعبة يتغشش، رياكسيون تاعه تكون فقط منحصرة في وسط اللعبة، لكن خارج اللعبة ما شفتش. هذا مستحيل، ونأكد حتى شيء هذا في الجزائر ما تشوفوش في الحقيقة، ما نتصورش. باهي، خاطر المخ ماهوش مغفل للدرجة، الدماغ الإنسان ماهوش مغفل باش ما يفرقش بين الحقيقة والخيال. يعني باهي، تعطش، رغبة شديدة على هزم خصم وقتله، لكن ذاك في العالم الافتراضي فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. حيث أن ألعاب كهذه تؤثر على العقل، وترشخ الفكرة العدوانية للأطفال بالدرجة الأولى، من باب التقليد ومن باب سيطرة تلك الأفكار على عقولهم لدرجة التحكم وترك سامحوني في الكلمة، هذه كلها فلسفة زايدة، وما فماش حتى حاجة علمية تأكد إن الألعاب سيعطيك عمر معين، يعطيك عمر معين، لكن توجد حالة في المليون انه انسان ينجم يعمل عنف ولا يعمل جريمة، حالة في المليون ونادرا باش تكون موجودة الحالة هذه. يعني عندك تشد توقف حاجة على مجتمع كامل، ما لا اقول له يوقف كل شيء، اليوتيوب والفيسبوك والانترنت جملة واحدة. باهي، ما نحكوش على الموضوع هذا، ديجا حكينا فيه وواضح جدا والناس تعرف. باهي، بالنسبة لدولنا حكوماتنا، علاش ما يشوفوش الحاجة المهمة؟ معناتها مسيبين الحاجات المهمة تاع البلاد اللي يسحقولها الناس، وهي اللي فيها اللي بها الفايدة، ولوجوا على حاجات كيما هذه. يعني ما يزيش ناس بطالة، الله أعلم، ما فماش حتى يعني وسائل ترفيه، ما فماش أمل أصلا
يعني فما برا شوية ألعاب يلعبوها باش ينقصوا مك الروتين والقلق والفدة كما نقولوا احنا بالتونسي، وما توفرهمش مواطن شغل، وما تعطيهمش حتى اقتراحات أمل، يعني حتى حاجة تفرحهم. جو زادة للعبة ولا أي حاجة، زيدوا تسكروها عليهم ولا تسكروها علينا، كما يصير على الدولة كما يصير علينا احنا، كيف كيف في أي دولة. يعني بصراحة نقطة تعجب للشيء اللي نشوف فيه، وبصراحة كنت نشوف الحاجات المهمة أحسن بالنسبة لينا. الحاجات المهمة أحسن إنكم يعني حكوماتنا يشوفوا البنية التحتية، يشوفوا شنو المواطن يحب، طوروا من البلاد، طوروا من المشاريع، زيدوا المشاريع، زيدوا يعني التعليم، طوروا من التعليم، طوروا من معناتها ما تحقروش الكفاءات، وشجعوا الناس. شو تراجعوا الحاجات هذه، ألعاب ما عندها حتى تأثير، يعني ما عندهاش حتى تأثير بالواقع، ونشوفها حاجة زايدة انك مش تحرم شخص من حريته. عمرك شفت في دولة أوروبية انهم منعوا لعبة معينة؟ عندك صحيح فما عائلة اذا فما لعبة انها تحسها باش تحس يحسوا ولدهم يعني باش تضيعوا، ممكن يمنعوا عليه بعض الوقت، يعطوه وقت معين يلعب فيه، ومثلا اذا كذا اذا يبدا يقرا ولا يبدا كذا يعطوه وقت معين يلعب فيه، وزاده لعبة في عمره، ما هي شكل يعني كوتفوت عمره، ثم رقابة صحيح باش ما تضيعلوش وقته، اما عمرها ما تكون يعني تاع عنف ولا حاجة ما تكونش. باش ما نطولش عليكم، هذا رأيي حبيت نقوله، وان شاء الله ما طولتش عليكم، وابقوا تابعونا ديما الاولاد باش نشوفوا شنو اخر الاخبار على الموضوع هذا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.